لحد دلوقتي في بعض الحرس وبعض الضباط بيضربوا تعظيم سلام لحبيب العدل في السجن، مش كلهم عشان الأمان، إنما في البعض ما زال يؤدي التحية العسكرية لحبيب العدل داخل السجن. معايا مداخلة أخرى أيضا من داخل سجن ترى. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا سعادتك يا باشا، احنا في سجن ترى. ايوه. احنا قاعدين 15 واحد و20 واحد في اوضة، وهم قاعدين نفرين في اوضة واحدة. ايوه. والظباط ساعات بتعظم لهم. ايوه. اكن الظباط شغال عندهم، ما بقولهمش انت اسمه، وبقول له سعادة الوزير. سعادتك الاوض بتفضل مفتوحة عليهم ما بتتقفلش، والظباط بتقعد مع بعض بيقعدوا معاهم ومدخل لهم جهاز اسمه بلابتوب وشاشه عرض، ومدخل لهم كمبيوترات وتليفون. سعادتك معاهم لا يقل عن 1000 عن 3000 جنيه. وكل يوم الناس دي بتزوح، الناس دي مش ناقصها حاجه في السجن غير الحريم. احنا كده البلد لا يعاملونا زي الناس دي، الناس دي بتنام على سراير واحنا بننام على الارض. ايوه. لان يا باشا الناس دي مش عارف لحد دلوقتي برضك لسه البلد سعادتك يا باشا الناس دي بتعاملهم ما بتعاملهمش كانهم مساجين زي ما بيعاملونا. بيعاملوا الناس دي كانهم وزراء لحد دلوقتي، لحد وقتنا هذا الناس دي احنا النور قطع علينا، هم عندهم نور وعندهم مراوح فريشات ومش عارف ايه وايه وايه وشاشه عرض وحاجات ما عندناش. احنا سعادتك عايزين صوتنا يوصل لاي حد، يبقى في رحمه معانا. يا اما يعاملونا زي الناس دي، يا اما يعاملوا الناس دي زينا. طب هم 15 واحد يناموا في اوضه واثنين يناموا في اوضه، احنا الباب ما بيتفتحش علينا خالص، هو الباب ما بيتقفلش عليهم خالص. طب هم محبوسين احتياطي، هم لسه ما بقوش. احنا ماشي سعادتك برضه، هم محبوسين احتياطي واحنا برضه احتياطي. سعادتك الباب احنا عندنا ما بيتفتحش علينا خالص غير للتعيين، يدخلوا التعيين ويقفلوا. هم عندهم سعادتك انا بكلمك وهم على كده قدام مني في ربع تاني، الباب سعادتك ما بتقفلش. اقسم بالله احنا النور قاطع عندنا، قاعدين في معتقل سياسي، احنا النور قاطع عندنا وهم عندهم النور شغال. الناس دي سعادتك مش ناقصهم حاجه. الناس دي مش انا سعادتك واحد معايا في الاوضه راح عشان يشيل الزباله من هناك، لو مؤاخذه سعادتك يا باشا مسجون عشان ياخد علبتين سجاير ظروفه وحشه، دخل قال لي انا نفسي اروح كل يوم عند الناس دي اعلي تليفون في ايديهم ب 5-6000 جنيه. محدش بيجي يقول لهم انت مسجون، بيقول له اسمه حبيب العدل ده، ما بقولوش حبيب العدل، بقول له سعاده الباشا. الظباط بتعظم لهم، الناس دي بتنام على سراير واحنا بننام على الارض. وانا سعادتك يا باشا عايز اكلمك في حاجه. اتفضل. انا عايز ابعت رسالتي برضك للمشير بطنطاوي، احنا جايين مسلمين نفسينا، قال لك نص المده والناس اللي هربت من السجون، احنا جينا وسلمنا نفسينا. واحد من الناس سايب طفلين صغيرين في ايام ما يعلم بها لربنا، البنت فيها اهتهت امتنات امني وفيها بلطجيه بتخش على البيوت بتقتل العيال الصغيره وبتقتل الحريم وبتسرق وبتنهب، واحنا سلمنا نفسنا عشان قال لنا النص. دلوقتي احنا جينا سلمنا نفسنا بقى لنا تعديهم. سعادتك يا باشا نفس المناشده، وكان زمايلك من شويه بيقولوا لي بشكرك، شكرا جزيلا.